مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. موضوع اللقاح هو ضرورة، وبالتالي الناس قد ما يعني ترددت بالنتيجة ما في أمامها إلا اللقاح حتى يحميها من هذا الوباء يلي للأسف الشديد مع كل أسبوع أو مع كل يوم بعد عنا نسبة معينة من الوفيات ومن المصابين. طبعاً اليوم في إجراءات متخذة، ولكن بدي أسأل اللبنانيين وين ما كانوا عم يسمعوني هلأ، هل عم تاخذوا الإجراءات مظبوط؟ في أماكن إيه، وفي أماكن عم بيصير في عليها رقابة إذا بدي سمي، ولكن إذا ما كان في اهتمام شخصي أكيد يعني اليوم ما في حدا يلزم التاني ويقول له أو يضم يذكره ما تشيل الكمامة، تباعد، غسل إيدين. هذا موضوع مفروض علينا اليوم أكثر من بكرة، خصوصاً نحن بدأنا كمان مع شهر الفضيل، شهر يعني مع رمضان، ونحن بنعرف اليوم للصائمين قدي في يعني أكيد كثير الوضع بيبقى غير الأيام العادية، وأكيد بتمنى لهم كل صيام مبارك. نحن اليوم رح ننتقل نحن وياكم إلى قضاء الضنية. الضنية اللي اليوم مع رئيس اتحاد بلديات الضنية الأستاذ محمد سعدية حتى نشوف هذا القضاء شو واقعه اليوم من الناحية الصحية، من الناحية الاجتماعية، وأيضا هو كمان اليوم جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، يعني لنعرف إذا واصل عندهم اللقاح، عندهم مراكز طبية. لعرفتوا أنه غير يعني مستشفى سير الحكومي عندهم صار مركز طبي، وهلأ أكيد رئيس سعدية بخبرنا عنه. ولكن بقضاء الضنية ما اعتمدت وزارة الصحة على مركز للقاح، ما بعرف ليه. أستاذ محمد صرت معنا رئيس؟ نعم نعم. أولا بدي أقول لك أكيد يعني مشان هالشهر الفضيل رمضان مبارك. مبارك عليك وينعاد عليكم وعلى وطننا وعلى البشرية كلها، ونخلص من الكورونا ومن مشاكلها ومن حاجتنا ل اللي عم يشتغلوا بقصة الطعومة والتطعيم وكل شيء ذكرت فيه حضرتك. بتمنى إنه البشرية كلها تخلص من هالوباء، إن شاء الله يعاد على كل البشرية بالخير بالطمأنينة بالسلام وبالأمن اللي صرنا كثير بحاجة له. بما أنه بلشنا باللقاح، لأنه اليوم كل إنسان اليوم صار بده اللقاح قبل بكرة، اليوم عم تشجع أكيد أبناء الضنية أنه يتسجلوا على المنصة؟ نعم، بالرغم من نحن عم نقوم بدورنا لسوء الحظ، يعني خلينا نحكي الأمور مثل ما هي بواقع، ولو أنه مزعج كثير ومسيء كثير. نحن عدد المسجلين على المنصة هو عدد نسبة كثير قليلة، وهي أسباب كثير كثير عديدة. أولاً نحن بعدنا حتى هلا بعد ما عندنا مركز للتطعيم بمنطقة بقضاء الضنية. اثنين انه نحن مقتنع بقصة التطعيم، يعني مش مع حدا، بالنسبة للمقتنعين واللي سجلوا على المنصة هن عدد كثير قليل، وهن النسبة قليلة، وحتى لحد هلا يمكن اللي ورد تقسيميهم أو اللي طعموا هن كمان نسبة كثير قليلة من يلي مسجلين على المنصة، إضافة لأنه طلبوا منا بوزارة الصحة وبوزارة الداخلية نساعد الناس للتسجيل على المنصة. الحقيقة كمان لقينا نحن كبلديات لقينا كمان صعوبة بهالأمور هيدي، إضافة لأنه عديد من الأماكن نحن بعد ما يعني عم تعيش حالة دراماتيكية من شان قصة الكورونا، وبتعرفي أكبر نسبة توفيات من فترة من الفترات كانت منطقة الضنية، تحديدا منطقة بخون، منطقة بيت الفأس، مناطق اللي فيها كثير نسبة عالية من الوفيات ومن الإصابات بالكورونا. أنا بقول إنه من العملية ما في حتى ما أكون شوي حتى أكون أنا شوي موضوعي وما قال اللوم على فريق معين، بس هي العملية كل مقصرين، الكل مقصرين، الكل مقصرين، من ما عم نقدر نوصل للمرحلة للحالة التي يجب الاهتمام فيها كما يجب بالنسبة للناس ولسلامة الناس. نحن كمان اليوم ذكرت حضرتك كمان وجهتي كمان رسالة محبة عبر شهر رمضان المبارك، كمان نحن خايفين عبر شهر رمضان المبارك انه تعرفي خصوصا من شان صلاة التراويح والولائم العائلية انه تفيد حالة الكورونا، بكون هي كمان بهالوضع لقيت طريق للانتشار اكثر بطريقه اكثر. انا عبر
الشيخ الكريمي اللي على طول بتضوي على المنطقه وعلى مشاكلها. بوجه تحيه لكل الناس ولكل اهلي بكل الضنيه، لكل بغير الضنيه وبكل لبنان، انه شوي اذا بتريدوا خلينا نكون مسؤولين، خلينا نتصرف شوي بمسؤوليه بعيده عن التقاليد يلي كنا نحن بنحب نمارسها كلنا بمناطقنا، بنحب نلتقي كعائلات وكتجمعات، ولكن اليوم اكراما لصحتكم ولسلامتكم خلينا نتخلى عنها السنه هيدي من شان قصه الكورونا حتى لحد. اكيد نحن بنعرف مستشفى سير اليوم يعني بصير في تاهيل لهالمستشفى، هو مستشفى حكومي ولكن ما اعتمد كمركز للقاحات، وين اقرب مركز لاهالي الضنيه اذا بدهم يتلقحوا؟ نحن لحد هلا اقرب مراكز عم اللي عم نعتمدهم هن بصغارتا، في مركز السي اش ان، مركز الشمال الاستشفائي، وفي مركز في مستشفى الحكومي بطرابلس، هودي اقرب مركزين اضافه للمراكز الابعد من هيك، ولكن عاده نحن عم يصير يخيرونا عاده بهالمركزين هن هودي متوفرين لاهالي الضنيه. ولكن بعرف ريس انه انتم انشاتوا مركز صحي، يعني هل هالمركز الصحي هل هو جديد انشاتوه مؤخرا ام كان موجود وطورتوه؟ لا، نحن كان ما كان المركز موجود ابدا، ولكن نسبة للحالة الصعبة جدا والمأساوية اللي مرقت فيها الضنية كلها بشكل عام، وبخعون المنطقة اللي فيها مركز الاتحاد بشكل خاص، صار يعني تصوري في بعض الايام كنا نطلع حوالي 4 أو 5 أشخاص يندفنوا بنفس الوقت بالبلدة، فهالامور هيدي انه كانت تاثر كثير، مشان هيك نحن ما لنا شغلتنا يكون عندنا مركز صحي بهالايام هيدي، ولكن نظرا للظروف الطارئه تواصلنا مع بعض الناس، وهون انه خليني بعد اذنك لانه بعد ما اعلنا نحن عن المركز في الحاج خالد جمال اللي هو تبرع بتجهيز كل المبنى اللازم للمركز الصحي، واللي بيضم حاليا 6 أسرة لمعالجه مرضى الكورونا مع كل الطاقم الطبي التابع له، مع كل الطاقم التمريضي التابع له، مع كل الموظفين الاداريين التابعين له، انه نحن طالما في كورونا بالبلد تكفل هو دعاء عزاب بكل التفاصيل. يعني مشكوره يعني هاللبنانيين يلي عندهم ايادي بيضاء ويلي عم بيفكروا يعني مشكورين، لانه اليوم يعني كاتحاد بلديات حتى يعني اليوم نسمح انه يستوردوا اللقاح، ولكن انتم قادرين كمان اليوم انكم تجيبوا انتم اللقاح كاتحاد بلديات؟ نحن اولا ما عندنا الامكانيه لا الماديه ولا غير الماديه حتى نجيب اللقاح، لانه بتعرفي حتى استيراد اللقاح يتم بظروف مبرده بدرجه حراره معينه، نحن منها متوفر عندنا، هذه اولا. ثانيا انه انا قديش بدي اجيب عدد اذا بدنا ناخذ بس اللقاح الروسي اليوم عم يطرحوه باسعار اكثر من امكانياتنا ب $38، يعني خلينا نقول هيك علنا للناس، هذا والباقي منه متوفر، المتوفر حقه $38، بتعرف قد بيطلعوا اليوم باللبناني كل واحد بسعر الدولار مثل ما بده. اثنين انه بده جهاز متخصص للتطعيم، فهذه القصه نحن ما عندنا امكانيات لا كبلديات ولا كاتحاد البلديات انه نقوم بعمليه التطعيم، اضافه انه نحن بنتمنى انه شوي يعني يصير في اهتمام بهالموضوع هذا لنحفظ ولنحمي ما تبقى. أنا بدي بس أشير على شغلة كثير مهمة ست ريبيكا، إنه عملية الإحصاءات اللي عم تطلعها اليوم شبه يوميا وزارة الصحة، هي عم تصير على عينة كثير قليلة من الناس اللي عم يعملوا فحوصات البي سي آر، ولكن بتعرفي حضرتك مش كل الناس عم تعمل فحوصات البي سي آر، لأنه ما عندها الإمكانية ما دام بعده الفحص مش مجاني، يعني ما في إمكانية عند الناس أكيد للأسف، يعني للأسف. أنا بدي أسأل على شغلة، أنا أتوجه للمجتمع الدولي كله مش بس لأنه بلدنا معروف الحالة ومعروف كيف بيتعامل معنا المجتمع الدولي، إنه هو عم يتعامل مع ناس أول ما بتحكي لبنان بيقول لك كوربشن يعني فساد، نحن عم نقول للمجتمع الدولي هل يعقل إنه نحن في شعب مثل الشعب اللبناني ونحن بنحترم كل شعوب العالم ونحن شعارنا نو ديسكريميشن، لا للتمييز مع أيا كان، لا باللون ولا بالعرق ولا بالطائفه ولا بالدين ولا باي شيء ثاني،
نحن معقولة إن نحن نبقى لحد هلأ لا قادرين نعمل الفحوصات اللازمة، ولا قادرين نحن ناخذ اللقاحات اللازمة، ولا قادرين نعمل أي شيء؟ قلت لحظة، يعني أوكي أول شيء الجهاز الطبي تلقح شيء طبيعي جدا وحقهم، ولكن بعد ما نشوف مين صار كل واحد فتح على حسابه، كل واحد بواسطته بيقدر بده يشوف لمين انه القطاع اللي عندهم كان بالتربيه ولا غير التربيه ولا بالقوى العسكريه ولا بالباقيين، وكانه المواطن هو اخر شيء ما له غير الله. نعم ما له غير الله، خصوصا انه يعني اليوم ابناء الضنيه بيعتاشوا اكثر شيء من الزراعه، ما هيك؟ نحن عندنا 70% بيعتاشوا من الزراعه، 50% بيعيشوا بشكل كامل من الزراعه، وعندنا 20% اضافي بيعيشوا بشكل جزئي من الزراعه. ولكن قديش اليوم وصل من العلف المدعوم، من البذور المدعوم، من المستلزمات المدعومه؟ وصلكم شيء؟ وصل لهم شيء للمزارعين بعكا بالضنيه؟ هودي في منهم بلبنان؟ بعتقد ما في منهم بلبنان هودي، او انه يكون في منهم بلبنان اذا كان لبنان منه معترف فيه. ما دام اذا بدك نحكي عن الضنيه، الضنيه بدي اقول لك شغله، هي يعني بتعرفيها حضرتك، زرتيها اكثر من مره، ضويتي على مشاكلها اكثر من مره، شفتي مقومات الطبيعيه اللي نحن عندنا مقومات طبيعيه منها موجوده بكل دول العالم، يعني عندنا اعلى قمه بالشرق الاوسط وعندنا اعلى وادي بالشرق الاوسط، عندنا احلى جبال واحلى غابات، طبعا الغابات اللي عم تنقص بشكل دائم وما بيبقى منها، وعندنا كل شجره اللي شفنا يعني شفنا صور شجر مقصوص، يعني رح نحطهم على الشاشه، بس هودي مقصودين يا ما هودي عوامل طبيعيه ريس؟ لا لا هودي مقصوصين، ومعروف انه مقصوصين على عينك يا تاجر، خصوصا ان احنا الا هلا اكثر من 14 سنه عم نشتغل لانشاء محميه، ولكن القوى النافذه منعت حصول اقرار مرسوم قانون المحميه، علما انه ما خلص بوزاره البيئه اكثر من مره، وخلص بمجلس الوزراء اكثر من مره، وهو موجود بادراج مجلس النواب، وممنوع نحن يكون عندنا محميه. فتصوري اذا من هون مبلشين مو بدك تصلي بالاخر، يعني قديش نحن اليوم عم نقول عم نشجع السياحه الداخليه، عم نقول للبناني بدك تتنفس تعرف على بلدك خذ الاجراءات، يعني وعندنا مقومات ما عم نحضرها او ما يعني للاسف انه بعدها بالادراج. اي لبنان نحن عم نحافظ يعني على عليه، وبدنا نعرف اللبنانيين عليه، يعني الضنيه هي جزء لا يتجزا من لبنان. يعني بتعرفي انت اكبر غابه سنديان وسنوبر بري هي بكل المنطقه، هي موجوده بالضنيه، اكبر غابه لذاب، شجره اللذاب تعطي 50 طن اكسجين كل سنه، وبتاخذ 50 طن ثاني اكسيد الكربون سي او 2 سنويا شجره الوحده. فتصوري انه هذه الاشجار عم تنقص، عم تنبيع بالكيلو، على عينك يا تاجر، وما في حدا ما لكم قادرين كاتحاد او كبلديات توقفوا الفاعلين؟ قول 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 على كل حال ريس، اذا اليوم غطى الريجاريت بقلب بيروت، اذا محطات الكهرباء عم ينفات عليها بقلب بيروت، واذا كانت التورسادي يعني شرايه الكهرباء نحاسيه عم تنسرق على عينك كتاجر، كيف بدنا نحكي عن الضنيه اليوم اذا في قطع اشجار وغيره؟ ما عم قلل من قيمه الضنيه، بس عم اقول اذا تنقول الدوله كلها ببيروت وجبل لبنان، تنقول هيك وما هم قادرين يعرفوا اللي يكشفوا على الفاعلين. نعم، أنا بدي أسألك بس شغلة ست ريبيكا، ليش هن بدهم يعرفوا مين الفاعلين؟ ما هن الفاعلين. ما هن اليوم، أنت اليوم إذا بتعرفي إنه إذا صار في ضربة كف بآخر البضيعة بآخر الجلود، من ثاني يوم كل العالم كل شيء في أجهزة وكل شيء في ناس بيعرفوا إنه شو صار. هلا بدك تقولي إنه ما حدا بيعرف مين عم يسرق التورسيدي الكهرباء، ما حدا عم يعرف انه مين عم يشيل الرجالات، ما حدا بيعرف، كل هودي ما حدا بيقدر يعرفهم، لان ما هودي وين عم يبيعوهم؟ مدام ربيكا انه وين عم يبيع النحاس؟ انه احنا عندنا مصانع بتذوب النحاس، صحيح مثل ما عم تسمعي هيك ويقولوا انه هذا ويرجعوا يبيعوه بعدين، ما هن اصلا شركاء معهم، اللي عم يشتري واللي عم يبيع واللي عم يصدر، وكل هودي شركاء بيناتهم. مدام ربيكا انفجار مرفأ بيروت لحد هلا ما حدا بيعرف للاسف للاسف كانه حادث بسيط، ما حدا بيعرف. نحن عندنا انه اكبر شيء كلفي على موازنه الدوله اللبنانيه هي من الكهرباء، وما حدا عنده كهرباء، ما حدا حتى بيعرف. حضرتك يعني اذا بدحكي عن دير مبوح، ما حضرتك كمان رئيس بلديه دير مبوح يلي عندها معمل كهرباء، ما هيك؟ عندكم كهرباء يا ريس؟ نحن ما عندنا كهرباء ابدا، نحن عندنا التأمين بيعطونا 4 ساعات مثل كل الناس، وعلما انه بالعرف بكل مؤسسه كهرباء لبنان انه المنطقه اللي فيها محطه كهرباء الا الافضليه البريوريتي انه يستفيدوا منها
اهل المنطقه، نحن ما عندنا الافضليه، لا لو بدنا مساواه نحن مثل غيرنا ما عم نقدر نحصل عليها. نحن اليوم وضع واقع، هذا واقع لبنان. ما بدي اقول نحن وضعنا سيء اكثر، لان نحن على مر العهود والزمن، نحن اليوم ما دام ربك علينا 100 مليار دولار دين، هودي بلعنه الانماء المتوازن سنه 89 اللي اقروها واحقوا بالانماء المتوازن، حكيوا انه في انماء، طيب معلش هال 100 مليار ما بيطلع لنا منها نحن 27 قضاء بكل لبنان، في 27 قضاء. ما بدنا لا الربع ولا النص ولا الثلث ولا شيء، ما بيطلع لنا نص مليار، ما بيطلع لنا 10% من المليار لحتى نعمل فيها مشاريع بمنطقه لحد هلا ما فيها صرف صحي، لحد هلا ما فيها معالج نفايات، كنا عم نكب النفايات بمكب النفايات. قاموا سكروه كيدا، لانه بتعرفي ليش؟ عم يستثمر اكبر استثمار اليوم هو بالنفايات، وبعدين بيقول لك انه البلديات ما عم تشتغل، يا اخي ارفعوا ايدك على البلديات الله يخليكم. يعني نحن رئيس نحن رح نوقف مع صفحه اعلانيه، رح نتابع معك الحل عنا، خليك معنا على الخط. نتابع الحل عنا مع رئيس اتحاد بلديات الضنية الأستاذ محمد سعدية. يعني حكيت عن دير مبوح رئيس، لأنه بعرف أنه يعني هيدي محطة أساسية بالمنطقة، لكن اليوم كل لبنان عنده تأمين كهرباء، ولكن هل المازوت مؤمن للمولدات أقله؟ لا واليوم نحن توزيع الكهرباء بالبلدي عم بيصير بإشراف البلدية، يعني بالتعاون مع البلدية. فنحن اليوم امبارح المساء اجى لعندي المسؤول عن مولدات الكهرباء اللي هن 4 مولدات كهرباء، فيقول لي انه نحن ما بقى في عندنا اكثر من 48 ساعه نقدر نضوي، وبعد ما بدنا نطفي المولدات. هذا اللي صار، وبعدنا نحن عم نحاول اليوم كل النهار نعمل اتصالاتنا لنشتري المازوت، حتى المازوت يمكن قد نضطر نشتريه بالسوق السوداء. فتصوري لحد وين؟ للاسف يعني قديش بدي يعني اليوم لما بنحكي اتحاد بلديات ريس ليكون هو دعامة إذا بدي أقول للبلديات يلي ما عندها إمكانات، وبالتالي بعرف أن الاتحاد دائما بيقوم يعني له مخصصات، بيقوم بمشاريع تفيد كل البلديات الضمنود إلى حد ما. اليوم قادرين تحولوا من هالمال هيدا لأشياء للكوفيد أو للكهرباء أو لمولد أو شيء؟ قادرين تحولوا هالمال هيدا ولا لا؟ لا أبا أصلاً بدي أسألك شغلة، نحن قد بيطلع لنا نحن يعني عائدات صندوق البلد المستقل؟ نعم. إذا بدك تحكي كل المصاريف وما يترتب على الاتحاد من مصاريف ومن البلديات الأعضاء، بعتقد إنه حيبقى مبلغ كتير قليل لا يكفي لأي واحد من هالمشاريع اللي ذكرتيها حضرتك. فأنا اليوم إذا بدي أجي ساعة بقصة الكهرباء أو المولدات، أنا عندي منطقة فيها 175 ألف نسمة، فيها 80 بلدي وقرية مترامية الأطراف، فيها العديد من المولدات الكهربائية، أكثر من 160 مولد كهربائي موجودين اليوم بمنطقة. قديش بدي أقدر ساعدهم؟ قديش أنا ككل موازنة الاتحاد إذا بعطيني إياها قديش بتقدر تكفيهم؟ ما بتقدر تكفيهم أيام. والمكلف اليوم قادر يدفع؟ يعني المكلف قادر يدفع كمان رسم البلدي؟ لا هيدي اللي عم بيصير. نحن عندنا المشاكل إنه أول شيء مش بس البلدي، ما بحد عم يدفع رسوم بلدي. الأكثر من الرسوم البلدية إنه مين عم يقدر يدفع اليوم للكهرباء؟ يعني لأن الكهرباء فاتورة الكهرباء تندفع مرة واثنين وثلاثة، إنه للمولد الكهرباء بتعرف الخمسة أمبير قديش بيكلفوا اليوم، بتعرفي على كل كيلو وات ساعة قديش عم ياخذوا المولدات، صاروا حسب تعرفة وزارة الطاقة والمياه. نعم فتصوري أنت إنه هالمبالغ اللي عم يطلعوا الفلاحين والمزارعين بمنطقة تعيش فيها 86% تحت خط الفقر، ما بقى يقدروا يدفعوا لا حق كهرباء ولا بقى يقدروا يدفعوا شيء. هذا واحد منهم، يعني نحن شو بدنا عم نحكي، بيعيشوا على العتم، على ما عنده مشكله تعيش على العتم. بس بدي اسالك شغله، اذا كان في شخص معه كورونا، معه كوفيد 19 وعنده بحاجه لمكنه اكسجين يلي نحن عم نحاول مع جمعيات معينه نامن لهم اياها على بيوتهم، اذا ما في كهرباء منين في بيشغل المكنه؟ بيموت لانه ما بنقدر نامن له كهرباء لمكنه الاكسجين. عم بتصير هالحاله عندنا عدد كبير كثير، تبعته على المستشفى، ليش اي مستشفى قادره اليوم بمنطقه الشمال كله، مش بس بدي احكي انا على مناطقنا، قادره تستوعب او تستقبل حدا من مرضى الكورونا؟ ما بقى حدا قادر يستوعبهم لانه يمكن ما بتوفي معهم لاصحاب المستشفيات، او يمكن انه ما في ضمانات اللازمه لعندهم، او يمكن ما في العائد على القصه،
ما اسباب ما بعرف شو هي. على كل حال يعني انا نعم بعرف رئيس انه انتم شاركتوا مع المادة كلير ماد يعني مشان المشاكل البيئية وتلوث وهيك، يعني ماشي هذا المشروع ممكن يفيدكم بالمستقبل؟ رح أقول لك توطئة بس صغيرة للمشروع هذا، نحن عم نحاول نعمل اتصالاتنا مع كل المنظمات الدولية، ولسوء الحظ انه غالب معظم المنظمات الدولية، وانا عم بحكي انا مسؤول عن كلامي، هن سبب الفساد بهالبلد. فنحن اليوم لما عم نشوف ناس مرتبين عم يشتغلوا اشغال وفقا لحاجه المنطقه، هودي الجماعه لازم نتمسك فيهم، لازم نحكي فيهم قدام كل الناس. مشان هيك مشروع كليما مان هو من اهم المشاريع، لا يعني فقط انه شانجمون دو كليما انه تغيير المناخ، لا يعني كمان نحن بالضنيه بتعرفي لا في شبكات صرف صحي، ولا في معالجه للنفايات، ولا في كهرباء، ولا في اداره عامه، ولا في اي نوع من انواع الخدمات الضروريه واللازمه لحياه لابسط حياه كريمه للانسان. يعني انا يعني حبيت نعم قبل ما ينهي المقابله مع حضرتك رئيس خلينا نفوت بشيء كمان بضوء حلو كثير، انه اليوم انتم بين 272 بلديه مرشحين انكم ان شاء الله تفوزوا بجائزه او ب ما بعرف شو بتسميها مع الصين، يا ريت تخبرنا عنها حتى نترك هيك ضوء انه هل بعد في عندنا تواصل مع الخارج. اوكي لاقول لك شغلي بس لأخذوا مشان كليما مات، كليما مات عم يشتغلوا على بيرفكسيون، عم يشتغلوا درسوا المنطقة، عملوا الدراسات اللازمة، لقوا إنه البنى التحتية لازم نشتغلها، الكهرباء كل هالتفاصيل، بوجه لهم تحية مرة واثنين ومليون مرة عبر شاشتكم الكريمة، هن وكل الجمعيات عم يشتغلوا بهالطريقة هيدي. بالنسبة لغوانغزو، غوانغزو الحقيقة هي منطقة بالصين، منطقة أساسية بالصين، عملوا مسابقة لكل البلديات اللي اشتغلت خلال فترة كورونا. خلال فترة كوفيد 19. نعم. فاللي اشترك فيها بالمسابقة 272 دولة، 272 بلدية من 79 دولة بالعالم، بكل فخر وأنا أفتخر إنه نحن طلعنا من التوب 15 وهلا اليوم مرشحين للتوب 5 وإن شاء الله حناخذ الجائزة. اتحاد بلديات ضنية بالرغم من إنه من أكبر بلديات يعني بأمريكا وبأوروبا مشاركين معنا. لكن نحن أنا بوجه تحية عبر الشاشه الكريمه الام تي في اللي لها مكانه كثير خاصه عنا، انه لكل جهاز المتطوعين كان عندي، بلشنا ب 462 متطوع، انتهينا بال 1500 متطوع من الشباب. انا بدي ضم صوتي لصوتك رئيس ونحيي كل المتطوعين وكل العاملين، وان شاء الله بتكونوا بين الاوائل لانه بتكونوا لبنان بين الاوائل ونحن اشتقنا نكون هيك. شكرا لك رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية. طبعا مشاهدينا بدي اعطيكم موعد دائما مع الحل عنا ام تي في. الى اللقاء.